مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا أيضا 22 يحمل تحديات وانطلاقات فئة الأبكار المهجنات إلى صايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط المميز الذي يحمل الأسماء المميزة. مباشرة نبدأ مع المركز الأول ليتعرف على مهمة سعيد، يقدم لنا مهمة مع المركز الأول. سعيد بن محمد بن رفيعة يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم. المركز الثاني القادمة على المركز الثاني بالواصلة بهذا الانطلاق برقة راشد بن مبارك بن سعيد النيادي، والمركز الثالث الوصول والقتوم من قبل أيضا مزون محمد بن عيسى بن خميس بن شلبود الخيالي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع الشاهنية سعيد بن منيب سالم بن علي المدهوشي، ورابع المراكز الوصول والقدوم مع مذيار عبد الله بن محمد بن سالم الهاشمي، واصل بهذه اللحظات وأيضا القدوم مع الأسماء المميزة. الواصل أيضا اللي هو وصلة الدرعية يقدم لنا الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي، يقدم لنا الدرعية بهذا المسار المميز. أيضا الواصلة أيضا على المركز السابع وصلتنا هي مراسيل عبد الله بن يعوم بن عبد الله المهيري، يقدم لنا مراسيل في هذا المسار المميز. أيضا القدوم مع الفاتنة عبد الله بن سالم الذعلوب الكتبي قادما بهذه اللحظات. الأسامي قادمة والتحديات مميزة في هذا المسار المميز. وصلتنا ايضا القادمه مهديه لعبد الله بن احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي راعي نجوم، من قدمها وانتزعت الفوز والانتصار قبل هذا الشوط ياتي مع انطلاقه مهديه. ايضا الوصول والقتوم مع ايضا مرموقه ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي، يقدمها بهذا المسار المميز على انطلاقه المركز التاسع وعاشر المراكز. اقدم هناك ايضا القادمه الاسماء وعشر المراكز الاولى دعناها على مسامعكم، وما خلف العشر اسماء لم يحين موعد دخولها. هناك عودتنا الى المركز الاول الى بدايه الشوط مع ايضا مزون اللي تتقدم على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. يقدم لنا مزون محمد بن عيسى بن خميس بن شلبود الخيالي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني هناك القادمة مذيار عبد الله بن محمد بن سالم الهاشمي قادم على المركز الثاني. المركز الثالث مهمة تتقدم لسعيد بن مالي، يقدم لنا مهمة سعيد بن محمد بن أحمد بن رفيعة، يقدم لنا انطلاقة مهمة على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل ايضا القادمه نعم اللي هي بالدرعيه، يقدم الدرعيه راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي، ومهديه قادمه بهذه اللحظات يقدم لنا مهديه بهذا المسار المميز. هنا عبد الله بن احمد بن عبد الله بن رفيع الاسامي قادمه والتحديات قادمه. هناك ايضا الشاهنيه سعيد بن مني بن علي المدهوشي يقدم الشاهنيه، والقادمه ايضا نعم الفاتنه عبد الله بن سالم الذعلوب الكتبي. التحدي غادمة والانطلاقات تحمل روح المنافسة والتحدي والإثارة، ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى صدارة الشوط. مزون 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 يقدم لنا مزون محمد بن عيسى بن خميس بن شلبود الخيالي مع المركز الأول، ولكن مهدية خطيرة عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن رفيعة غادمين أبناء الهباب على المركز الثاني، على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي يقدم لنا الدرعية. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل ايضا مرموقه لناصر بن محمد بن خلفان المزروعي قادم بهذه اللحظات في مسار يحمل التحدي، في شوط يحمل فئة الابكار المهجنات الى صايل. الابكار المهجنات يحمل تحدي واثاره، يحمل منافسه شيقه ما بين هذه الاسماء
وما بين هذه الشعارات التي تأتي بالمنافسة تأتي بالتحدي المميز مع مسار يحمل المنافسة مع هذا الشوط المميز. الله يا هذا الشوط، ولكن بن شلبود الخيالي يقدم لنا انطلاقة مزون 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 مزون، والعيون تراقب مزون، والمشاركين يراقبون مزون في تحركاتها وفي انطلاقاتها المميزة. محمد بن عيسى بن خميس بن شلبود لخيالي، ولكن المركز الثاني القدومي مع انطلاقته وتحديات هذه الأسماء مهدية مهدية. عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن رفيعة غادم بن رفيعة، والمركز الثالث مرموق ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي قادم بهذه اللحظات. وتحركت الدرعية، يقدم لنا الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي قادم قادم، والأسامي قادمة. الله يا هذا الشوط، الكيلومتر الأخير الكيلو الأخير، والبداية مع مرموق ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي. وتحركت الأسماء، تحركت الأسماء. هنا القادمة على المركز الثاني الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي، وأيضا القادمة نعم اللي هي مزون محمد بن عيسى بن شلبود الخيالي. وصلتنا أيضا الدوحة، الدوحة علي بن سعيد بن سالم العويسي يقدم الدوحة، ولكن وين الفوز؟ وين الانتصار؟ وين الانتصار؟ الدرعية، الدرعية، وأيضا اللي هي أيضا مرموقة، مرموقة والدرعية، ولكن الدرعية غيرت والعصافير الأبطال غيرت والعصافير الأبطال. راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي مع الفوز والانتصار، مع ناموسي هذا الشوط. سلام يا الدرعية، سلام يا الهباب، للمرة الثانية راعي دستور من فازت في هذا اليوم في ميدان المرموم يأتي مع الدرعية ليكرر الفوز والانتصار. مشكور يا عبد الغادر، مشكور على هذا الأداء اللي قدمته الدرعية، ومشكور يا راعي الدرعية يا راشد يا بن سعيد يا بن سهيل يا بن دلاوية الاكتبي على الفوز والانتصار وعلى انتزاع المركز الأول للدرعية. معلنة الفوز والانتصار والتوقيت، روح التوقيت، روح مع الدرعية المركز الثاني. مرموق ناصر بن محمد بن خلفان المزروع المركز الثالث. هناك أيضا مزون محمد بن عيسى بن شلبود الخيل المركز الرابع، علي مذيار عبد الله بن محمد بن سالم الهاشمي. التوقيت 7:36، وتوقيت أيضا الدرعية من انتزعت الفوز والانتصار وهدت أيضا مالكها وراشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الأول.